عسلامة ومرحبا بكم الناس كل، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. كرهبتنا اليوم نستنى وقتها باش نصورها وبرشا فيكم سألوني عليها وعملت ضجة كبيرة في تونس، لا من ناحية إنها ابطات برشا بالجات، لا من ناحية إن المواصفات اللي جاو فيها والسعر اللي جا فيها. كرهبتنا اليوم هي البولو الفيس ليفت، محبوبة الجماهير في الكاتيجوري هذه، أما زعما لحد الآن مازالت محبوبة، هذا اللي نكتشفوه مع بعضنا كي نحكيو عليها. دونك باش نحكيو على شنو هي اللي تبدل بيناتها هي وال بيفور فيس ليفت، خاطر هذه راهي عباره على فيس ليفت هكا هو مش جينيراسيون جديده من برا ومن داخل، باش نحكي على كل المواصفات نتاعها. قبل ما نبداو اشتراكك في القناه مهم على الاخر باش نقدموا محتوى كيف هكا، دعمكم مهم برشا للقناه خاطر الدعم الفتره هذه ناقص شويه. دونك اذا يعجبك المحتوى اشتراك في القناه والا لايك على الفيديو راهي مهمه على الاخر، واذا عندك اي سؤال خليه في التعليقات والا المعلومات التي ستلقاها في الديسكريبشن اللوطه. يلا بينا ليتس جو. قبل ما نبدا نحكيو على القدام نتاعها اغزر من غادي، هما كهرباء بيضاء، الكهرباء هذيك هي لاماروك جديده. اي نعم لاماروك اللي توها وصلت لحتى السوق الخليجي ولا حتى السوق شمال افريقيا، وان شاء الله كان تعمل اشتراك مره جايه نحاول نصورها لكم. باهي من قدام الكهرباء ما تبدلش برشا الحقيقه، معناتها مش كيما قلت لك هو عباره على فيس ليفت مو جينيراسيون جديده، اما اهم حاجه تبدلت من قدام واللي هي الاضواء الكالندر والباراشوك نتاعها. الاضواء بالنسبه للفيرسيون اللي معنا اليوم هي العاديه، دونك اضواء عاديين ال اي دي صحيح فاهم ال اي دي اما عاديين على الاخر، اما الفيرسيون اللي توت اوبسيون اللايف فيها الماتريكس ال اي دي. ماتريكس ال اي دي في الكاتيجوري هذه حاجه روعه، حاجه معناتها راه وصلنا للتوب في الكاتيجوري هذه. اما خد بالك الماتريكس ال اي دي الله يقدر كان يتكسر راهو باهت معناتها شحطه كبيره، راه بالعاميه نقولها شحطه كبيره. الماتريكس ال اي دي غالي برشا على الاخر، اوك علاش حتى انت كان تبرمج انك تعملها لوكاسيون تاع التاجير ولا تبرمج انك تكربها معناتها باش تكون ما تحبش تصرف برشا، راهو الفيرسيون اللي فيها الماتريكس ال اي دي ما تخممش فيها خاطر غالي برشا الضوء نتاعها. ثاني حاجه تبدلت واللي هي اللوجو نتاعها جديد، وثالث حاجه واللي هي الباراشوك. الباراشوك من هنا الفيرسيون توت اوبسيون واللي فيها لونتي بريار اضواء الضباب، اما الفيرسيون هذه ما فيهاش. ولهنا عندنا الدور نتاع الرادار نتاعها، وكما قاعدين نشوفوا كما السيارات الالمانيه كل عندنا برشا خطوط في الكهرباء. دونك لهنا عندي في الكابوت هكا اربع خطوط حاده برسم يعطيوها، واصلا حتى في الاضواء كي بدلوهم عطاوها كما نقولوا ولات كهرباء سيريوز اكثر المانيه اكثر هذيك هي فهمت. اما الخطوط اكثر زادوهم في جنب وتيلاني، ما خلينا نشوفوا جنب تو نجيو تو الجنب نتاعها. في جنب شنو تبدل؟ انا حاجه اللي عجبتني اللي عجبوني اصلا في السيارات الالمانيه هي الخطوط الحاده. لهنا نحس لي الخطوط عطاوها هيبه الكهرباء، برسم عطاوها هيبه. شوفوا لهنا زوج خطوط حاده يكملوا حتى يمشي للتيلاني نتاع الكهرباء حتى يمشي للضوء نتاعها. جنب لهنا 15 انش في الفئه هذه لكن يوصلوا حتى 17 انش تعتمد على الفئه اللي تاخذها. باي ذا واي احنا جاتنا زوج فئات في تونس. لهنا الريتروفيزور تاعها بالكلينيتون وكلها بالخطوط الحاده زاده. بالنسبه لطولها 4 متر و 4 متر 05 هكاك. بالنسبه للمنافسين تاعها سكودا فابيا، ساتي بيزا، كيا ريو، هيونداي فان. سكودا فابيا كانت قبل اصغر منها، كانت قبل اصغر من ساتي بيزا والبولو، توا كبرت ولات نفس البلاتفورم والشاسي لكن كبرت عليهم. دونك سكودا فابيا اطول منها بشويه الحقيقه توا ولات. شوف كيفاش تبدلت المواضيع. باهي الفران ديسك عندنا من قدام هكا هو من تالي فران طومبور، فهمت عليه مازال فران طومبور تعمل فيه بولو، من قبله هي ديما تعمل في فران طومبور رغم اللي راه كهرباء قاعد نصور فيها هذه موجهه للسوق الاوروبي اساسا، معناتها مش دوزيام شوا ولا تروازيام شوا. وهذا هو بالنسبه للجنب تاعها. لهنا حاجه عجبتني ولات مكتوبه فولكس فاجن باللكحل من هنا باهي على الاخر. وهذا هو بالنسبه للجنب نتاعها، والبلارات نتاعها تنتهي من قدام ومن تالي. انا نشوفوا تيلاني تو. بالنسبه تو للتيلاني نتاعها نفس التغيير اللي صار قدام صار التيلاني، اهم حاجه الراوه واللي هي الاضواء، لكن لهنا وين الراوه تشبه الجولف. اي نعم لهنا كي عرضوا لها في الضوء نتاعها تحس ما عطاوها اكثر قيمه الكهرباء، تحس كان يحب يخرجوها من الكاتيجوري نتاعها شويه. اما زعما نجم نقارنوها بالجولف، السؤال هذا باش نجاوبكم عليه في اخر الحلقه كان تبعني للاخر. دونك الضوء ولا ما امتد حتى لهوني ولا تشبه الجولف ويت وتشبه حتى الفولكس فاجن اي دي 3 واللي هي الاي دي 3 واللي هي زاد صورتها لكم واللي هي الفئه الكهربائيه من الكومباكت نتاع فولكس فاجن. باهي الخط الحاد هذا مزيان على الاخر، تحسه يقسم المال هكا ما بين المال من هنا وما بين الليوناتارير نتاعها. تروازيام فيد ستوب شوفوا لي ديتاي، ركزوا على دي ديتاي. عندك داير به البيانو بلاك، وعندنا من هنا الفيتر تنتي نتاعها وهذه من ناحيه الكاش نتاع ليسي جلاس نتاعها، كلمه بولو كيفاش ولات مكتوبه، والكاميرا نلقاوها من هنا وفرد مره تحل المال من هنا. باهي من هنا عندك الدور نتاع الرادار نتاعها والباراشوك التيلاني زاد تبدل كما قاعدين نشوف. ولهنا نعاود نذكرك باش تعمل اشتراك في القناه على اوتو باشن. باهي هذا بالنسبه للتيلاني نتاعها. توا خلينا نشوف المال نتاعها ونتعداو من بعد الداخلاني نتاعها. وقد معايا قبل ما نتعداو المال نتاعها خلينا نوريكم توا المفتاح نتاعها. دونك مفتاح عادي على الاخر. دونك لهنا عندي التسكير، عندي المال وعندي الحلان، ولهنا بالمفتاح لهنا شفتوا ماهيش بالبوتون خاطر الفيرسيون اللي معنا اليوم هي البازيك. دونك باش تحل المال يا اما تهز هذه يا اما تقعد تنزل على هذه. هاك عملت الحس. دونك توا نهزوا المال نتاعها. دونك هذه اكيد تتهز، دونك جوست ماهيش معلقه من هنا.
دونك باهي. بالنسبه للحموله نتاعو 351 ايترا، كان قارنوه بالمنافسين نتاعها تجي في الوسط في المتوسط في الكاتيجوري المتوسط. دونك المنافسين نتاعها ساتي بيزا، سكودا فابيا، هيونداي فان، كما قلت لكم قبيله تجي في المتوسط، هذا فما ما اكثر منها. باي ذا واي سكودا فابيا 380 ايترا، اما زاد فما اللي اقل، فهمت؟ هذه جايه متوسطه. باهي المال نتاعها كله مغلف صراحه. الالمان كما تعرفوا معناتها هذا وصل لمرحله انه ما عادش يقعدوا يقصروا في حكايه كاليتي ولا حكايه تغليف ولا حاجه، مغلف يمين يسار. دونك في ضوء من هنا، في تعتهوي من هنا، البنك تاعها رابطه بال 60 40، وعندنا من هنا نهزوا نقاء الكاتيجوري نتاعها نفسها البرانيه لكن ما غير جنط، معناتها نفس القياس 185 60 15 انش بار 15. وهذا هو بالنسبه للمال تاعها. لهنا عندك وين تحط زاد حاجه، فهمت؟ معناتها كل مغلف، ما في حتى شيء لهنا، ما في حتى شيء معناتها مقصرين فيه. لهنا عندي تريونجل دو بريزينياليزاسيون نتاعها، ومن هنا عندك يمين يسار مين تهبط المال نتاعها. يلا تو نشوفوا الدخلاني نتاعها. من اكثر الحاجات اللي عجبوني في السيارات الالمانيه بصفه عامه واللي هي التسكيره نتاع الباب. في التسكيره نتاع الباب بصوت تسمو تحس لي فما جوده في الموضوع، تحس لي فما جوده، ودي حاجه تعجبني بالكدا بالكدا بشكل عام، معناتها مش فولكسفاجن بولو بالذات. بالنسبه تو للدخلين نتاعها، اول حاجه نبداو بها واللي هي الكونتربورت نتاعها، واللي هي حاجه بالرسمي معناتها ما عجبتنيش بالكل من الناحيه هذه، على خاطر قصروا برشا. وانت كي تشوف بولو، كي تشوفها اون جينيرال بولو جديد الفيس ليف، تحسهم حبوا ينتقلوا بولو لمرحله اخرى، لا من ناحيه الاوبشنز، لا من ناحيه المكانه، حتى في الكاتيجوري، حتى زاد من ناحيه السعر. حتى سعرها راه مش رخيص بالكل، معناتها سعرها طاير على بقيه المنافسين مقارنه ببقيه المنافسين لا في تونس ولا حتى زاد في الدول الاوروبيه. اما الكونتربورت ما تلاقوش بيه بالكدا، كله بالبلاستيك، كله بالبلاستيك، وبلاستيك معناتها يتحرك لما يديك. الصراحه انا مانيش نقول بلاستيك خايب، خاطر احنا قاعدين نشوف تو، نشوف البولو القدم، البولو القدم بلاستيك نتاعهم التو مازال، التو مازال شاد روحهم، معناتها مش جوده خايبه، لكن كلها بلاستيك اصلا، معناتها من ناحيه الكونفور ماهيش باهيه بالكل. عندي فيتر الكتريك عادي على الاخر، يعني البوطون عاديه ماهيش مزيانه ولا حاجه، وعندي قشر وات بارلور. هذيك هي بالنسبه للكونتربورت. الكسوه نتاعها بالقماش مزيانه الحق، الكسوه مكبوسه باهي كروزي، فيها ليزوفيكس، معناتها فيها شونت تستحق، تروا روبوستيت. لهنا المساحه هذه راندوملي صراحه، الكرسي حطيته راندوملي هكاك، دونك المساحه تاع الركبه باهيه برشا هكا، وش اسمه هذايا الروبوستيت طلعوا بالفلسه من هنا القدامي، نجم انت حتى تطلعوا من تالي بالفلسه. دونك بالنسبه لاكودوار وراه زوز فاست شارجر، تشارج تليفون بسرعه، معناتها ما فيهاش اليو اس بي العادي، زوز فاست شارجر. وعندي التونيل تاعها عالي برشا من هنا، عالي بالكدا بالكدا التونيل تاعها. نجيو طول لهنا، الكرسي هذا حطيته على البوزيسيون تاع السياقه نتاعي، معناتها كي انا كي نسوق كيفاش نحط البوزيسيون. انا طولي 4.75 متر هكاك 76، المساحه تاع الركبه باهيه برشا، تاع الراس باهيه لا باس فيها. وعندي من هنا زوز شو اسمه هذوما من هنا اضواء يشعلوا من تالي للركاب الخلفيين، رغم انه كهرباء صغيرون الا هنا ما قصروش من الناحيه هذيا، ويشعلوا اوتوماتيك مع الباب والا انت تشعلهم بالفلسه وحدك. هذا بالنسبه للمقاعد الخلفيه نتاعها. خلينا تو نشوفوا القدامي. باهي نجيو تو القدامي نتاعها، شوفوا فيا مانيش قاعد من بعد في الكاميرا برشا وكاني صغيره، خاطر المكان اللي نصور فيه ديجا صغير، ديجا برشا كراهب، وديجا سبب بالكدا كي انا كي صورت، خاطر رسمي المكان اللي نصور فيه برشا كراهب، والحمد لله كي نجمت نصور. باهي نجيو تو الكونتر بورت القدامي. الكونتر بورت القدامي تميزوا فيه صراحه عكس التيلاني، معناتها لهنا عرفتك لي خليني نبدل رايي شويه، لكن مازلت تيلاني خايف. دونك لهنا عندي فيه كل شو اسمه هذاك الكحل هذاك، الكربون فايبر، كربون فايبر الفيك بالطبع مش الحقيقي. دونك لهنا عندي الكات فيتر الكتريك تاعها، دونك انت مش قاعد ترى فيه، تنوريهولك تو اون باراليل، راك قاعد ترى فيه وحده اون باراليل. دونك لهنا عندي مغلف، مغلف بالقماش، مغلف كان في بارتي واحده اكاهو، اما الباقي الكل يرجع بلاستيك كيف التيلاني. وعندي التلفزيون تاعها رابطابل وسيكيورتي انفون من تالي، والقجر يكبر شويه. باهي بالنسبه للكراسي كيما من قدام كيما من تالي. لهنا عندي الريجلاج اونوتور نتاعها، وعندي من هنا منين طلع منين تقدموا وتوخروا، بالطبع فولكسفاجن وسيات ديما يعملوا من هنا، وهي وسكودا. باهي لهنا عندي لاليماج اوتوماتيك دو فو من هنا، والفلس نتاعها والمستوى الاضاءه والكفار والكود وكل شيء هذاك. الفولون نتاعها يطلع ويهبط يقدم ويوخر. باهي خلينا نهبط شويه باش نرى الاكران اللي قدامي. دونك لهنا عندي دايرين بان بالبيانو بلاك هذوما. الفولون نتاعها مزيانه برشا الحق، مستقبلي برشا، انا عجبني على الاخر الفولون نتاعها، مغلف بالكوير. على اليمين عندي تاع البلوتوث والاورديناتور دو بور نتاعها والكوكبيت لهنا الاكران هذايا، وعلى اليسار عندي الريجيلاتور والليميتور دو فيتاس تاعها، والفوليوم تزيد وتنقص في الفوليوم نتاعها. لهنا وراها عندي لي باليت فولون، اي نعم كاتيجوري هذيا ولات فيها لي باليت فولون، ما عرفتش كي قلت لك راهي بولو تحسها قاعد تميز الكهرباء هذيا من برشا حاجات. الكربون
كربون فايبر الفيكي تبعنا من الكونتربورت حتى يكشي للكونتربورت اللي ما غادي الكلها على التابلو بور كله بالرسمي مزيان برشا. هذه في الفيرسيون نعاود نذكرك الفيرسيون نصور فيها هي البازيك مش اللي فيها كل شيء. باهي نجي لهنا عندي لاكودوار نتاعها يقدم ويوخر ويطلع فيه اقجار. عندي فرند باركينغ نتاعها مانيوال. عندي لليم سيجاريت وعندي دو بورت غوبلي حط الكوارت. ولهنا عندي شارج اندكسيون واللي هو الشحن اللاسلكي. وعندي زوز اي اس بي مغادي منهم اللي نتاع لابل كار بلاي والاندرويد اوتو. الكليماتيزور اللي معنا اليوم اوتوماتيك كيف اللي عنا في تونس بالضبط. واللي دي زكرون قاعد تشوفها من هنا واحد 10 انش وواحد 6.5 انش. الكرون هذايا كيما تعرفوا في البولو اللي قبلها ما تبدل حتى شيء. دونك انا المفتاح عندي خليني ان نحط كونتاكت. دونك بالمفتاح شفتوا عندي برشا عندي برشا ما خدمش كهرباء بالمفتاح. دونك انا صورت لكم مره فاتت كهرباء ما تخدمش لا بالمفتاح لا بالبوطون حتى شيء. تسد الفرن تنزل على الفرن وتحط ده وتخرج واللي هي الام جي كات. كنت تحب تفرش الفيديو تا يخرج لك في الزوجيسيون تاعو كهرباء الكتريك مزيانه على الاخر. دونك لين نحط كونتاكت. ويلكم تو فولكسفاجن. ما غادي قال لي لهنا قال لي على البيبان كيفاش محلولين. باه هنا بالنسبه للكرام نتاعها ما تعادي على الاخر عندي دوز اكرام من هنا. اهم حاجه واللي هي تو قاعد يعيط خاطر الباب محلو. باهي لهنا عندي باش نزل على الكار من هنا يعطيني كهرباء شفاها وكل معناتها الاكران اش فيه. الاكران فيه ابل كار بلاي اندرويد اوتو لي بارامتر تاع الراديو لي بارامتر تاع كل شيء الفوليوم تاع انظمه المساعده اللي في الكهرباء انظمه السيكوريتي اللي في الكهرباء تاع الانظمه تاع كل شيء. واهم حاجه فيه زاد الكاميرا دو لوكيو تنوريها لكم شويه اخر كاليتي نتاعها. الاكران بالنسبه للاكران هذايا بدلو من هنا هكا. دونك من هنا نحط كونتاكت. دونك الكهرباء قاعد نصور فيها اليوم راهي ماهيش جديده راهي موديل 2021. دونك ديجا ماشيه 27000 كيلومتر معناتها كهرباء ماشيه. من هنا نجمو نخدموها هكا احنا. دونك لهنا نجم نبدل انا هكا تليفون والا يوريني الكهرباء والا يقول لي يعطيني الاوتونومي تاع الكهرباء قداش 75 كيلومتر والا برشا برشا حاجات. وبرسم الكرون هذا مزيان على الاخر عمرت بالك راهو غالي حتى في التبديل هذا. وعندي على اليمين الكونتور وعندي على اليسار الكونتور نتاعها وعندي ليغوي نتاع الليسونس وليغوي نتاع السخانه نتاعها. هذا هو بالنسبه للكرون هذا. خلينا نسكتوا الكهرباء. دونك نجيو لهنا عندي الضوء يشعل اوتوماتيك بالمرايه بالطبع. عندي لهنا تحط لي نتاعها عندي الاضواء من هنا زاده وعندي زاده من هنا تحط اليونات الضوء زاده يشعل نورمالمون اوتوماتيك ما غادي مش عليش ما نعرفش علاش. باهي بالنسبه للفيرسيون لايف يجي فيها السن روف واللي هو توا بانوراميك. اما الفيرسيون صور فيها اليوم ما فيهش. باهي توا خلينا نحكي لكم شويه على الاكران هذا رغم اللي راهو تعرفوه لكن خلينا نعطيكم عليه شويه لمحه. باهي هنا عندك هذه الباج الرئيسيه نتاعو. عندك راديو تليفون فيكول او باللغه الفرنسيه مره هذه توناليتي ميديا اب كونكت اد كوندويت اد. وعندي من هنا الريجلاج نتاعها. باهي نجي لهنا هذوما راديو تليفون عاديين على الاخر. نجي ننزلوا فيكول من هنا يصور لي كهرباء قال لي سيستم كونترول بريسيون دو بنو الضغط على جالي. هنا ستاتيو تاع الفيكول قال لي بون روت معناتها كهرباء جوابيه ما غير ما تخمم. أو هنا قاعد يصور لك في الفيرسون القديمه خاطر نفس الاكران ما حبوش يبدلوا دوما الكونفيغوراسيون باش تكلف لهم زاده باش يولي كل واحده لازم يبدلوا فهمت. دونك خليوها هكا باش الفيرسون بيفور فيس ليفت التصوير اللي فيها. نرجعوا من هنا نرجعوا وين هي منيو منيو من هنا كل تكتيله مش في الاستوديو ما تكتيله دوما. عندك التونيليتي تاع الصوت عندي هنا الميديا واللي هي نتاع الابل كار بلاي والاندرويد اوتو وقت البلوتوث والجو هاي اب كونكت هذه نتاع الابل كار بلاي والاندرويد اوتو والميرور لينك ات كوندويت. هذوما لي 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 زيكيبمون سيكوريتي اللي فيها اللي عندي هاك نتاع البريسيون فاتيك كي الكهرباء تحسك تعبت كذا فهمت. دونك لهنا فيها كان ديتكتور دو فاتيك اكا هاو بالنسبه للفيرسيون هذه. عندي اد من هنا واللي هي حكايه فارغه نتاع تاع تاع الاكران الكل. والريجلاج من هنا تبدل الاكران الاكران كي تبدل الصوت تاع الاكران الصوت نتاع لي توش اللي تعملهم الوقت والواحد وكل من هنا. وين ترجع هاي ترجع من هنا. عندي اللغه باش بدل فما برشا لغات الا اللغه العربيه ما برشا لغات موجودين. دونك عندي لي زينيتي عندي حاجه هذاكم الكل. هنا ترجع عندك دي شورت كات من هنا تنزل طول على كار يعطيك شنو كار. عندك شورت كات على الابلكيشن يعطيك طول ابر كاربلي اندرويد اوتو على الفون على الفويس على الميديا. وعندي زوز فلست انا حاجه عجبتني خليه زوز فلست اما تصور طب شوي بشوي نحيهم روا شوي بشوي شوي يتخلصوا من الفلست حتى. عندي من هنا كاتريك لي تون تاعها. باهي تو شغل نوريكم
الكاميرا نتاعها. دونك بالنسبه للكاميرا نتاعها قاعدين نشوفوا فيها توا هكا من هنا، كاليتي نتاعها نعطيها 6/10 كان مش اقل، فهمت؟ بون ماهيش كلي ذبابه على الاخر، لكن حتى حتى الخطوط ما الفولون الخطوط ما يدوروش مع الفولون نتاعك، مع عندك خط احمر خط اخضر يوريك معناتها مدى الخطوره نتاع الواحد، قالك لهنا كونترولي لا ديستانس، وفيها رادار من قدام ومن التالي. هذاك بالنسبه للاكران هذاك. ونجيو للاكران هذا قبيله حكيت لكم عليه، هو فهمت معناتها عادي على الاخر، ما فيهوش معناتها حاجه هاي، ما فيهوش حاجه كبيره. دونك لهنا هاك دوني دو كوندويت، ايد كوندويت، اوديو، تليفون، ستاتي دو فيكول. شفت معناتها الحكايه كلها، راه شفت اللي كان يوريلك فيه غادي يعوضه لك هوني خاطر باش يولي اقرب لك. هذيك هي ما مش حتى حاجه سبيسيال معناتها، فهمت؟ كيما قاعدين نشوفوا فيه الاكرام ما فيهوش حتى حاجه سبيسيال. قبل ما نختم الفيديو نحب نعلق على حاجتين. الحاجه الاولى واللي هي الموتور نتاعها، على خاطر اليوم مانيش نعمل تيست درايف، دونك خلينا نعطيكم لمحه على الموتور نتاعها، ووقت اللي نعمل تيست درايف نحكيو على الموتور نتاعها والكومبورتمون بالتفصيل. اما اليوم الموتور نتاعها نفسه اللي يشيل تونس 2 لتر تي اس اي توربو 95 حصان ويطلع 175 نيوتن متر. كارقام باهين على الاخر، خاصه من ناحيه المقارنه هذه تقريبا من احسن ما ثم من ناحيه الارقام تاع الموتور. لكن قبيله قلت لكم هل هذه تنجم تكون احسن من الجولف؟ الحقيقه ما نجموش نقارنوها بالجولف. علاش فما الناس تقول لك احسن من الجولف ولا حاجه؟ على خاطر سومها عالي برشا، وعلى خاطر زاد الجولف جات غاليه برشا. اما هذه باش تقارنها تقارنها بسكودا فابيا ساتي بيزا المنافسين هذاكم. اذا خاطر الحقيقه اللي باش يخمم ياخذ هذه ما يخممش ياخذ جولف، واللي يخمم ياخذ جولف ما يخممش ياخذ بولو. هذه استادين والاخرى كومباكت. وهذه توا هذه اغلى واحده في الكاتيجوري نتاعها. دونك توا خليكم انتم تجاوبوني في التعليقات هل تستاهل سعرها واللي هو يوصل 87 89 مليون حوالي في الثمانينات حسيرو هكاك، هل تستاهل سعرها في الفيرسيون هذه ولا لا؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.